وعلاه هما رايحين هما ما رحلونيش. ها هاوليك شوف هاوليك هاو وين زايد زايد هنا في بيك دير طعن مع بالعقل دير طعن برك كيفاش دير طعن درت الطعن درت الطعن بصح علاش رحلوهم وانا ما رحلونيش. اه عندي 10 دراري 10 عندي انا اللي داروني في واسمو في البلاد اللي ساكنوا في الدار تاع لاسونسور. اه درت الطعن قلت لك اه صح ماشي هكذايا درت الطعن يا سي الوالي. ما تقال له والو عنده 60 سنة لهنا عنده 10 دراري وين يروح؟ لا اصبر وين يروح؟ لا اصبر 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 هذا خويا عنده 10 دراري حنا زايدين كاع في بينكم حنا حبطنا من الكاريير لهنايا عنده 10 دراري وراهم ماركي وداير الدوسي علاش ما طاوش ولا طاوه وداو له دارو هذيك حاجه اخرى هذا واش حبيت نفهم دوك الا تعطيه كاش هذا سي يجي عندكم تشوفوا له كبت له الاسم تاعو نعم وين مدام محمد اشفع علينا برك باش يجي تما كيخلوه يدخل لا تجي جيبو ونجي الولايه تاع ارجي سنين بالاثنين يا خويا صحيت اي خليه يقول سيد الوالي تفضل معاه شكل معاه خليه خليه سيد الوالي تهضر معاه كان شكل معاه جوز جوز روح روح خلي سيدي جوز ربي يروح حتى روح أنا مرمي أنا عندي 6 سنين قلت لك أرواح ما اثنين شوف مدام محمد وشوف معك ما يستقبلوناش ما يستقبلوناش كاع جيت باش نخطر والله ما يستقبلوني جيت شوف مدام محمد استقبلك إن شاء الله جيب معك الكوارت تاعك ربي يحفظك وانا عندي ولادي قراو هنا انا عندي على جوزي ما تسكن هنا وانا نساكن برا عندي المراه تخدم في لابوليس وانا خدام دوك مازال ما عطاوناش وقالوا لي السيرتيفيكا تاع دراري شكون اللي قلت ما عطاوكش لا مازال ما عطاوناش رانا في براغي مازال ما بدوك بصح حضروا لنا السيرتيفيكا انا بروبليم تاع السيرتيفيكا تاع المشي اي والله قال لك لازم تكون تقرا ولادك تما وانا ولادي يقراو هنايا تما ما كاش وين يريحوا الطعام ولا ما دوش لا ما عطاوناش مازال ما رحلوناش مازال تما هذه لاني خايف ان شاء الله ما يحصل كي يزيد ان شاء الله ربي يجازيك هذه اللي خدمنا بها وين المفهوم يعملوش المفهوم يعملوش ربي يجازيك خلاص صاير قاعد سيبو صح